بمجرد دخول دار الأوبرا المصرية في الحقيقة الإنسان بيشعر بأحاسيس مختلفة ما بين الإحساس بعظمة ورقي المكان والشعور بالفخر والاعتزاز ببلد قدمت الأوبرا والفنون العالمية الرفيعة من 153 سنة. الفنان الجميل الكبير نادر عباسي من الفنانين المميزين جداً جداً ومن المايستروهات المميزين جداً. عامل إسراء لكسارة البندو. دي بلدي ودي الجمهور بتاعي اللي أنا على طول بفكر إزاي أوصل له. بمناسبة أيضاً الحديث عن الباليه لدينا قيمة كبيرة في هذا المجال وهي أرمينيا كامل. أرمينيا من الشخصيات الفنانة جداً جداً جداً، لها حس عالي جداً في الباليه، مصممة رائعة، مديرة مميزة. وأنا من لما دخلت الأوبرا أنا بحب يعني أعمل الكلاسيك أكتر من أي حاجة. كيف نستقطب الفتيات مرة أخرى لفرق الباليه المصري؟ احنا عندنا مجموعة بنات يعني أكتر من مثلا من حوالي 20 بنت مصرية، بس ده قليل جنب احنا عايزين يبقى كلهم مصريين. كنت بتتكلم أيضا عن صديقة لك وهي الأستاذة ماجدة صالح. الدكتورة ماجدة صالح طبعا دي أستاذتي مش زميلتي، لا دي أستاذتي. أنا برضو بسأل حضرتك على الأصوات الأوبرالية التي أصبحت عالمية حاليا، فاطمة سعيد، فرح الديباني، جلال الحديدي، أين أنتم منهم؟ فاطمة سعيد حد عالمي وحد مهم جدا، والواحد بيبقى سعيد إن هو بيسمع عنها، وأتمنى إن هي تيجي طبعا تعرف الأوبرا. من قلب دار الأوبرا المصرية وفي رحاب الموسيقى والباليه والفن الرفيع يدور حديثنا اليوم من مصر مع صناع البهجة في 2023. حديث العرب من مصر الخميس السابعة مساء على قناة مصر الأولى.